السلام عليكم. لو نفسك تعمل فورمة ويبقى شكل جسمك احسن، لو هدفك تحسين لياقتك وصحتك وما كانش فيه وقت او كانت فيه ظروف خلتك مش عارف تنزل الجيم زي الايام اللي احنا فيها دلوقتي، تتخلى عن هدفك بسهولة كده؟ مستحيل. انا جاي بقى النهاردة وهتعمل فورمة. يعني هتعمل فورمة؟ ما عندكش ادوات تمرين؟ هتعمل فورمة. ما عندكش وقت ولا معاك فلوس اشتراك الجيم؟ هتعمل فورمة. مفيش جيمات قريبة منك واهلك مش موافقين اصلا تنزلي جيم؟ هتعملي فورمة. طب هتعمل فورمة. هتعمل فورمة. في فيديو النهاردة هنوضح ليه منتشر او شائع انك عشان تبني عضل محتاج حديد، وان فعلا الفكرة دي مش حقيقية. وبعد كده هعرض لك برنامج تدريب كامل يستهدف كل عضلات الجسم في البيت وبأدوات بسيطة جدا متوفرة في اي مكان. وقبل ما ندخل في التفاصيل، انزل اتأكد انك عامل لنا سبسكرايب او اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. من اكتر الافكار المغلوطة في مجال التمرين هي ان حلك الوحيد عشان تبني عضل او تخلي جسمك قوي انك تتمرن حديد، وتمارين وزن الجسم زي الضغط والبطن والعقلة تمارين سويدي ما بتبنيش عضل. يا جماعة والله مش كده. يعني العضلات دي مش عاجبك؟ يعني استناني برا وانا هثبت لك عكس ده. في عوامل اساسيه بتتحكم في زياده الحجم العضلي. 1 النظام الغذائي اللي بيدعم الهدف ده. 2 النوم والراحه الكافيه. 3 البروجريسيف اوفرلود او زياده الحمل باستمرار. 4 رينج العدات والمجاميع اللي بيستهدف الحجم العضلي. وعشان ما بعدش عن هدف الفيديو الاساسي، انا اتكلمت عن العوامل دي في اكتر من فيديو بالتفصيل، هسيب لك اللينكات تحت لو عايز تفهم الموضوع اكتر. فلو جينا نطبق العوامل دي على اي تمرين مقاومه غير تمارين الحديد زي تمرين وزن الجسم، هتلاقيها برضو بتزود الحجم العضلي بشكل لا تتوقعه. وبعد ما فهمت الموضوع اكتر، خليني دلوقتي باختصار شديد اعرفك على المجموعات العضلية اللي هنستهدفها. بنقسم التمارين لاربع اجزاء: تمارين البول او السحب زي تمارين العقلة، واللي بتستهدف عضلات الظهر والبايسبس وعضلات الساعد، تمارين البوش او الدفع زي تمارين الضغط والمتوازي، واللي بتستهدف عضلات الصدر والترايسبس والكتف، تمارين الكور او تمارين منطقة البطن، واللي بتستهدف السكس باك، الجوانب، البطن السفلية والقطنية او عضلات اسفل الظهر، تمارين الرجل، واللي بتستهدف عضلات المؤخرة، العضلات الامامية والخلفية والعضلات الضمة من الفخذ، زائد عضلات الساق او السمانة، الأدوات اللي هنحتاجها في التمرين ده بشكل أساسي: كرسيين، شنطة، كتب أو أزايز مية أو أي حمل نقدر نستخدمه كأوزان، فوط أو قماش، مقشة أو عصاية مقشة، وأدوات تانية بسيطة إضافية ممكن تسهل علينا التمرين زي العقلة الباب والريزيستنس باند أو أساتك المقاومة، وهتلاقيها متوفرة في كل المحلات الرياضية وكمان بتتباع على مواقع الشراء الأونلاين زي جوميا وسوق دوت كوم. هنبدأ بتمارين البول أو السحب. استراليان بول أب، جسمك بيكون أفقي والحمل كله بيكون على الدراعات والظهر. في الاول هتأدي التمرين ده بوضع الثبات، ولما تتمكن منه هتعمله بشكل العدات. البول روز، وده بتكنيك بسيط جدا، بتجيب الكتب او ازايز المية وتحطها في الفوطة بالشكل ده وتبدأ تأدي التمرين عشان تستهدف عضلات اللاتسمس او المجنس من عضلات الظهر. ريزيستنس باند رو، بتجيب المقشة بالشكل ده وتحطها في أستك المقاومة، فالمقشة هنا أكنها البار الحديد، وأستك المقاومة بتديك مقاومة زي مقاومة الأوزان. والحاجة الأحسن من كل اللي فات والأكثر عمليا هي العقلة الباب بالشكل ده، تقدر بيها تتمرن بأشكال مختلفة عشان تستهدف كل الزوايا بتاعت عضلات الظهر، ودي اللي أنا كنت معتمد عليها شخصيا في التمرين. ومن ضمن التمارين الإضافية عشان تستهدف عضلة البايسبس، هتستخدم العصاية كأنها بار وأستك المقاومة عشان يزود الحمل، أو ممكن تضيف للشنطة أوزان بالشكل ده وتأدي التمرين. نيجي بقى لتمارين البوش او الدفع. طبعا تمرين البوش اب او الضغط واللي مش بتحتاج فيه اي ادوات، هتبدأ بالانكلاين او الوضع المايل للضغط لغاية ما تتمكن منه وتبدأ تقلل الارتفاع تدريجيا.
الدبس أو المتوازي هتبدأ بالثبات، وبعد ما تتمكن منه ممكن تعمل عداد بالشكل ده. البنش بريس لاستهداف عضلات الصدر، تستخدم العصاية كبار والأستك كحمل تدريبي. بعد كده تمارين لاستهداف عضلات الكتف. البايك بوش اب بتبقى في وضع الضغط العادي، وبعدها بتقرب ايدك من رجلك بحيث تكون عامل شكل هرمي. هتبدأ بالثبات في الوضع ده، وبعدها تنفذ الحركة النيجاتيف او تتحكم في النزول بس، وبعدها ممكن تعمل العدات العادية لما تبقى متمكن. اللاترال ريزس او الرفرفة الجانبي باستخدام الشنطة برضه. الفرانت ريزس او الرفرفة الامامي لاستهداف عضلات الكتف الامامية. الترايسبس اكستنشن او السكال كراشرز لاستهداف عضلة الترايسبس. نيجي لتمارين الكور او منطقة البطن. الليج ريزس لاستهداف عضلات البطن السفلية. الكرانشز للبطن العلوي. السايد بلانك للجوانب. تمارين الرجل. التمرين الأشهر على الإطلاق السكواتس. اللانجز أو الطعن. تمارين البريدجز لاستهداف عضلات المؤخرة والعضلات الخلفية من الفخذ. وآخر حاجة ما تنساش طبعا عضلات السمانة. وده مثال لتطبيق البرنامج التدريبي. لو انت مبتدئ ابدأ بتمرين الجسم كله لثلاث ايام بس في الاسبوع. لو مستواك متوسط لمتقدم قسمها على مدار الاسبوع وخلي فيه يومين راحة، ودي بلاي ليست بسيطة بتضم التكنيك الصحيح للتمارين الاساسية بوزن الجسم زي الضغط والعقلة والمتوازي والسكوات وغيره. ما تخليش حاجة توقفك، واسعى بجد عشان ربنا يكرمك ويحقق لك اللي بتتمناه. اشوفك دايما بصحة افضل. انا حمدي جودة، الله حافظ.